السلام السلام عليكم لي عليكم، زامي، كنتمنوا كاملين تكونوا بخير وعلى خير ومناقصكم حتى شي خير فيديو جديد. جديد. غبرنا عليكم ديال بصح، نقدر يكون هذا هو اخر فيديو، يقدر يكون الله اعلم ما عرفناش. ربي اللي كيعلم. غبرنا بزاف دابا، شي شحال، شي سيمانة سيمانه وحنا غابرين. وكاين حنا قبل سيمانه كنا تقريبا ديموتيفين، وصلنا لواحد النيفو ديموتيفين ديال بصح، وخدينا قرار كنا جالسين باش ناخدو قرار اللي غنرتاحو فيه كاملين. ليك رفيق، داكشي اللي كان كيما قال لكم رفيق، يقدر يكون هذا اخر فيديو، ويبان لكم من وجهنا بغينا معياني بزاف. ها كملي انت اللي غتكمل. المهم لي زامي، كنا بحال ديموتيفينا صراحه. كاينين شي ناس ما تيقولوش تبارك الله اللهم بارك. صراحه وليت نحس براسي بديموتيفي على شي ديال اليوتيوب، مابقاش كاع كنبغي نصور. حتى انا بحالك، وانا حتى هي ما بقاتش كتبغي تصور يعني بزز. صافي قررنا اننا نقدروا اننا ما نبقاوش نصوروا فيديوهات، عاد مصورينه بزز صراحه. ما عرفتش واش داكشي ديال الله ولا شي حاجه، ما عرفناش. حنا صورنا هاد الفيديو هذا حيت بزاف منكم كيصيفطوا لنا لي ميساج انستغرام، كيصيفطوا لنا ميساج في الجيميل، وبزاف منكم كيقول لنا ما يمكنش تعطلتوا بزاف وما بقيتوش كتحطوا كاع. فهادشي علاش قررنا نديرو فيديو يكون توضيحي، يقدر يكون هذا اخر فيديو كيف قال رفيق. حيت كاينين بعض الناس ما تيقولوش تبارك الله، تحسوا حنا براسنا لي زامي ما يمكنش. عاوتاني يتفرج فيكم حتى واحد 300,000 واحد ولا 200,000 واحد ولا 100,000 واحد، وانت كتحط فيديو وكاين اللي ما تيقولش تبارك الله. صافي نقول لكم بحال الايام الاخيره طراو مشاكل بزاف. انا جاتني مع الدار، مع بحال نقولوا حنا كنا من ديبريمين ديال بصح، والبروبليم تا انه في السفر ما سافرناش، ما بدلناش الجو. وش نقول لكم بحال جرى الضغط بزاف، ونفس الروتين كيتعاود. وش نقول لكم انا صغير، جرى الضغط ديال بصح. وكنا شنقول لكم صافي حبسنا، ما بقاش عندنا القناة اننا نصوروا ونحطوا شي فيديو. عندنا الوقت يا ربي غير نقادوا الامور ديالنا، يعني شنقول لكم قبلوا قادوا الامور، يلا الخدمه. حتى الخدمه ما بقيناش كنمشيو، ما بقيناش كنمشيو، ما بقيناش كنجاوب، ما بقيناش كنتريني، وما بقيناش كناكلو. وداك الشيء كيبقى ديال سيدي ربي، ولكن باز فيها القر. نقول لكم دخلت لها اليوم لقيت اكثر من 1200 ميساج اللي مصيفط على لي كوموند، ما كنجاوبوش بحال ما عنديش لينيرجي باش نجاوب. لكن ديالنا الواتساب حبس صح الناس اللي، ولكن اليوم الحمد لله صبحنا شويه، الحمد لله صبحنا شي شويه، وعلى درنا هذا الفيديو هذا. ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله نوليو مزيان هنا القدام، نقدروا اننا نكملوا نصوروا فيديوهات، ونقدروا اننا نسافروا ونكملوا الكونسيرت. حنا ما كرهناش انكم تدعيو معانا، وكيبقى داكشي ديال سيدي ربي. الا كان مكتب لينا اننا نكملوا في السوشيال ميديا ونبقاو ديما قراب ليكم، فحنا على راس العين ما كتبش. فكنبغيو نقول لكم سمحوا لنا بزاف ودعيو معانا، حيت راه فريمون والله الا كوننا عائله في اليوتيوب. بزاف منكم اللي كيشجعونا، عاجبهم الكونسيبت ديالنا، موتيفينا، كيجيو عندنا المحل، كيسلموا علينا امهات الدراري صغار كبار البنات، بزاف كيجيو عندنا كيسلموا علينا. فداكشي يقدر يكون هذه هي النهايه، تقدر تكون هذه هي زعما اخر بان لكم غير من وجهنا. والله الا هذا الفيديو هذا دايرينه وعرفتوا راه اللي بكيا فيا ديال بصح ما سخيش بكم، ولكن كيبقى داكشي ديال الله وصافي كما كتعرف. المهم هذا ما كاين، و باش دابا نخرج على السوجي ما نكونوش نيجاتيف بزاف. نوريكم تروتينات شريتها اليوم، نويت نبدا بحال اليوم بحال نوينا نبدا حياة جديدة. شوف نتايا شوف شنو كتنسى دابا، قوة ما ولفناكم كنبارطاجيو معاكم أي حاجة، وخا قال غنديرو فيديو غادي نوضحو لكم علاش شنو هادي. خصني نكمل لكم فيديو، ضروري نوريكم شي حاجة، يعني خصني نكمل لكم فيديو ضروري، خص ضروري يوريكم ويبارطاجي معاكم. المهم خليكم هنايا، أنا نجيب لكم تروتينات ديالي. لا نمشيو معاك، نمشيو معاك، خليكم هنا أنا جاي لكم. كملي اليوم
كنتمنى انكم تقبلوا علينا وتسمحوا لنا بزاف. و الصراحه تقاد عليا الكلام حيت راه فريمون كنت بغنقول لكم بزاف ديال الحوايج تقاد عليا الكلام. كنبغي غير نشكركم على لي ميساج ديالكم على الموتيفاسيون ديالكم. ايوا لي زامي نطلبوا لكم الكاميرا. انا دوري الكاميرا هانتوما لي زامي ليكرون. شوفوا واخا غيكون اخر فيديو نوريكم الدراجه الناريه ديالنا فيها بروميير ودوزيام وتروازيام. وريهم دابا بروميير لو ديتها لا بقى نعطيها بروميير. انا كندير دوزيام ولا كنت مزروب كندير تروازيام. انا عطيني غير البروميير ما نقدرش. كاين الكلاكسون الاضواء رافق الاضواء. واو باش ندير لكم بيكي. تبارك الله فريمون واعر طروشي بروفيسيونال. يعني شي حاجه الهوت كاع لوكس فهمتوا. يعني كيف كتشوفوا شي حاجه لوكس. هانتوما هنايا كاين الطوب هذا بالليل راه تيولي يعمي تيكون مجهد. هنايا كاينين الضوا ولا تيهاله الرواي كيف كتشوفوا ديال الرمله الرواي الغلاظ فوق داك فوق اي حاجه. لا الرواي الغلاظ هذا يعني فوق ديال الرمله وفوق الكايص هانيه ماشي. ها هي اللوغو ديالها هو هذا راه معروفه تبارك الله. نتوما كيفاش كتشوفوا يلا خديتها البارح هانتوما الضوا بس ما تشناتها شحال نقدروا نركبوا فيها. وين زعما خديتها هذه والله تعا باش نبدل الجو حيت فريمون شنو نقول لكم بحال شنو نقول لكم نفس الروتين وهادشي ديال التصوار وبالرجوله باش نجيكم من الاخر. شكون اللي زاد اثر عندنا هو المحل. منين كتكون في لي ريزو سوسيو كتكون مرتاح خروج كتكون ديما الصفاء زعما كتكون ما عندك حتى شي مسؤوليه. منين كتبدا الدومين ديال البيزنس مي كتولي تبغي فريمون بيزنس مان كيف كيقولوا صافي غتزير فهمتوا. حتى تولي عقلك هنا وعقلك هنا مايمكنش تسافر وانت المحل انت اللي خصك تكون فيه انت واخا بعد المرة. دابا راه انا مكاينش في المحل راه كاين معايا ابراهيم ولكن التليفون يعني. ما كيهداش ابراهيم الله يسهل عليه مسكين معاونا بزاف وقعت معانا ولكن ضروري خصني انا نكون تماك. يعني كتجي وقيته حنا تبارك الله يعني كنخصنا نتقداو السلعه جوج مرات في السيمانه. يعني خصنا المينيموم في السيمانه واحد 20000 درهم ديال السلعه. يعني خصني تمشي تنتقدا هذه الحوايج دونك ما كيكونش عندنا الوقت الكالا باش نجيكم من نيشان. منين عقلك كيعمر بواحد الحاجه كتبقاش عندك الكالا حتى شي حاجه الضغط كيبقى يولي عندك الضغط يولي عندك الديبرسيون. دونك حنا دابا بغينا اليوم ان شاء الله نبداو بدايه جديده قدرنا ان نكملو. دعيو معنا مورا الفيديو قال لك 40 دعوه كتكون مستجابه. حنا في مالو ودابا حنا كاسين وكنفكروا واش غنزيدو واش غنكملو. يعني غنبقاو نبارطاجيو معكم لايف ستايل واخا حنا ما ساخينش وكنقولوا في نفس الوقت انستغرام. انا عمري غبرت والله ما نكذب عليكم جاي شهر ما كنحطش كاع لي ريل. وحنا اصلا كانت الشهره ديالنا الاولى في الانستغرام. يعني الناس اللي وانا براسي هاد السيمانه ما حطيت والو. الناس اللي متبعينا في الانستغرام ما بقيت كنحط حتى شي حاجه. نتمنوا ان شاء الله يكون الرجوع بقوه. نتمنى ان شاء الله باذن الله. وما عليكم نتوما اي دعوات انا عارف العين كتكون فريمون قاصحه. دابا شحال ديال الناس ملي كيشوفوا الفيديوهات ما تيقولوش تبارك الله هادو راه بادين من والو راه مقاتلين اولا بداو من الزاويه تيقول كنضربو تماره لي زامي فريمون كنضربو شو شي يقول بنادم تيقول شوف هادشي راه ما خصهاش الهضره تيقول واش هادو كدا تعيق عندنا مره تيورينا دير 5 درهم مره تيورينا في لاصال مرة تورينا دار محل. شحال من واحد تيجي عندي تقول لي خير رفيق حدا راسك. راه بزاف ديال الناس كيهضروا واحد الهضره خايبه تيقولوا فلان راه دار العاقه راه دار الدار ودار المحل ودار وفعل وكان مقود عليه بهذا المعنى سمحوا لينا. ودابا راه ملي يشتري الطروتينات غيقولوا راه صرا طروتينات راه صافي راه ماشي هكا. نتوما بزاف ديال الناس كيشوفوا ما كتشوفوش ما وراء الشاشه كتشوفوا في الشاشه ضروري غنبانو ليكم مزيان
نورمال حيت حنا كنبغيو نبارطاجيو معكم شي حاجه ايجابيه باش نتوما يعني الا كنتوما يمكنش حنايا يعني نتوما واصله فيكم العدم وحنا نبغيو نبارطاجيو معكم اصلا نورمال السوشيال ميديا خص يكون فيها المزيان ولكن حتى الخايب ولكن البلي بارت الناس ما تيبغيوش يبارطاجيو الخايب حيت اصلا قبل ما انت انك كتكون غتوجد في الكاميرا ضروري كتوجد انك تبان مزيان ضروري انك تبان خصك تكون مزيان تكون خارج مزيان فهمتوا حنا تعمدنا على هذا الشيء ديال فيما نكونوا مثلا خصنا نصور خصنا نكونوا مزيان ولكن راه الناس اللي كيشوفوا ديما مزيان تيقول واو تيسحب لهم ماشي بنادم عادي تقول واو زعدات هما دا كاع ما كيدابزوا هادو راه كاع ما كي حنا ديما مرونين صباط حتى حنا ديما عندنا مشاكل عادي العام الاول ديال الزواج تيكون فيه بزاف ديال المشاكل ولكن الله يرحم ليكم الوالدين ماشي حنا علينا حنا لا اي ناس شفتيه مزيان ولا او خدام او لا يلاه بعدين ولا ما تقولش ديك الكلمه ديال شحال واحد دابا فيكم يقدر يتقلق ولكن لا صديقي ولا اختي ما تقيش ما تقوش بهذا المونطاليتي بان في واحد مزيان تانسبيرا منه او لا بعد منه ما تضروش ولو حتى من البعيد ما تقولش شود كذا ما عجبكش ما تفرجش فيه شود كذا ابار ما تهضرش على التفراج هادشي على التفراج وفي الزنقه حيت ملي كتولي عندك شعبيه كبيره حنا وصلنا لواحد الشعبيه ديال راه مول الحانوت ندوز تيعرفك يعني العالم المغرب كامل تقريبا غتكون واحد 90% ولا 85% ديال الناس ديال المغرب كاملين كيعرفونا تيتفرجوا فينا دونك هادوك الناس ملي تيتلاقى كيجي تتبانو بواحد النظرة ديال انك انت راه انا ماشي بنادم عادي انت راه خارج ما عرفتش المهم هذا كنلاحظها و تنتمنى ما بغيناش نطولوا عليكم بزاف كنتمنى ولا وصلتوا حتى لهنايا كنبغيكم غير دعيو معانا ما غنقول لكم لا لايك لا كومونتير لا سبسكرايب نقول لكم غير دعيو معانا وكنبغيكم بزاف وتهلاو في راسكم وان شاء الله نتمنوا اننا نتموتيفاو والفيديو الثاني ما كرهت الصراحه يكون انه جيت صافي راه دعيو معنا موتيفيونا موتيفيونا يقدر الفيديو الجاي والله اعلم يقدر يكون شي صافي راه تقدر تشوفوا الوجه ديالي مسكين السلام عليكم دعيو معنا ان شاء الله في الفيديو الجاي والله ما كرهنا اننا نسافروا نبدلوا هذا الروتين البائس كيبقى كلشي على سيدي ديالنا وشكرا لكم بزاف وقولوا لي مبروك الروتينات في لي كومونتير وتهلاو ليا وغرون بيزو السلام عليكم.